هذا المعطيات احنا كما قلنا هذه المعطيات الاوليه. هو انشا مركز اولاد زيد للتاهيل والتدريب بشراكه كويتيه كما قال الاستاذ فريد. هذه صورتهم. نعم هذه الصوره في الخلفيه، وهو معاه مجموعه قلت خمسه او سته سنين. نعم معاه مجموعه. نعم. بشراكه كويتيه رسميه، راهو تمويل كويتي. نعم. الدوله الكويتيه. نعم. آه مركز مجهز باحدث التقنيات وبقاعه تدريس حديثه، معناتها هذا المعطي المهم جدا. فيها مبيتات للاولاد والبنات ومطعم مجهز باحدث المعدات واللوازم، وزد قام بناء جامع ومستوصف وشراكة أهلية فلاحية لأهل المنطقة. يعني هذا المجهود الجمعية هذه، وما زال تقدم يعني راسل الدولة في أنه يريد بناء مدرسة إعدادية في جزء من مدرسة 4 ديسمبر 52 القديمة المهترئة. نعم. وقال التمويل موجود، وتقدم بطلب لبناء مدرسة في حي عمر سليمان بعيد على الكسر، أولادنا الصغار يشقوا سكة القطار، ونحن صغار أكثر من طفل يدهسه القطار لأنه صغار ويمشي وحده، فيحب يبني لهم مدرسة دون الريسك نتاع يشقوا السكة وتقع كذا. والطلب الآن موجود والدولة ماهيش موجودة، والجمعية على ما ينظم كيبني مستوصف ولا مدرسة يرجع المفاتيح للدولة. الدولة هي التي تشرف على المدارس. الآن المستوصف نتاع ولاد زيد هو مستوصف، يعني هو تحت تصرف الدولة. معناها هذا شخص مقيم بسويسرا ولاباس عليه وفرحان، شو يعمل بها تونس؟ خلينا نحكي بصدق، شو يعمل بها تونس؟ يا سي فريد، ما عشتوش بها تونس. هذه رسالة في الدولة في أمس الحاجة، الواحد دولار من أبنائها اللي غيبوهم في الدستور، غيبوهم تعرف حتى في الانتخابات الأخيرة، سبعة مراكز ما فيها حتى أغلقت. هذه رسالة ربما لتوانسة في الخارج باش يعاونوا، اسمح لي باش يعاونوا ويستثمروا توانسة. يا تونسي يا في سويسرا نرجعك من القفص. لكن اللي ما ننسوه ايضا جمعيه مرحمه. نعم. جمعيه مرحله هي اكبر جمعيه مرحمه تشترك مع الدوله في انشاء المشاريع، واخيرا عندها مشروع ضخم بالشراكه مع الدوله الكويتيه ايضا في نويل في قبلي، مركب ضخم وفيه ورشات انتاج وفيه كذا. الان المركب مغلقه، تعرف ليش؟ خاطر الدوله في البنك المركزي جمدت الارز تاع مرحمه وآلين واحد في الشهر 2000 يتيم تدعمهم مرحمة في بيوتهم عند أهليهم، مش باش تلاقوا المنحة. هذوما ما عندهمش تنظيمات سياسية يا ودي، هذوما أيتام. هذه أموال تدخل البنك المركزي، معلومة منين تجي ومعلومة أين تصرف. هذه الجمعيات كي حسبها البنك المركزي، يعني حساباتها تقارير مالية موثقة، صفر خلل مالي للأسف الشديد. المشكل يا سي فريد، رئيس سعيد صحيح عنده عامين ما صلاش، عفوا ما شفناش التصاور بتاع الصلاة، ماش حاجته بالصلاة من 25 جويلة. ما دغفنا بالصلاة سيد حسين، دغفنا بالصلاة باش ننتخب. هاو كان في مكة، أنا مكة حتى بطلع حرام، حتى أبو جهل في مكة وحتى أبو سفيان في مكة. إيه بوضوح، رئيس محافظ كيفاش محافظ شنو؟ نقنعوا الناس كيفاش نقنعوا الناس؟ محافظ شنو؟ محافظ حط ايده على كتاب الله ويكذب، محافظ يعبث بعذابة الناس، محافظ والخطاب نتاعه الكل كذب، يحكي على الفلوكة نتاع في جرجيس معناها منقوبة، الثقب وحكاها الثقب نتاع السفينة اللي غرق ناس ودولة خطاه. هي لك بالمقابل ما ثماش سفينة، ده انا ما عنديش تليفون يقول عادل امام. نعم. معناها ما ثماش سفينة في العاصف المحجوز، ما ثماش سفينة، اي من العارضة منقوبة ما ثماش سفينة. نرجع للنقبة اللي تحكي عليها أو الثقب اللي تحكي عليها، ما يلقصوني في المطار يخرجوا منه في المليارات، ولا الثقب في دار يا ودي الدولة دي مغرومة بالحفر ولا شبه؟ هذه دولة ولا شنو؟ كما يقول مظفر نواب أتحفظ على لفظ. نعم. ثلاث نقاط معناها. وميزانية فيها ثقب كبير وطويل. ما ثقب مش باش نسد، معناها شنو؟ الراجل يحكي على قاضي مرتشي شدوا تاجر ب 300 ألف دينار، يتعدل القاضي رجع له السلعة يخطيه بألف دينار والدنيا مقلوبة. كلثوم كانوا اليوم تضحك، قلت له نعرفوك فاشل في السياسة، زيد فاشل في القانون. فاشل؟ قلت له فاشل في السياسة، فاشل يا فاشل يا فاشل يا فاشل يا فاشل. نعم أنت فاشل، ارحل أنت فاشل، أنت فاشل. مديني فرصة ولفضلك، أنا ما خدتش فرصة حقيقية أثبت فيها كفاءتي.
انا مش بعمل تجارب عشان يصيب يا تخيب يا فندم. انا من بكره الصبح حاول في قراءات نقلك يا فندم. من فضلك اديني فرصه اشرح لك. اخلص يا فاشل. فاشل يا فاشل. بلاش يا فندم الكلام ده. بتعصبك يا فاشل. اه بتعصبك يا فاشل. يا فاشل يا فاشل يا فاشل. الله في ايه يا فندم؟ يا فاشل صيحتلي في المكان. انا ليه حساب مع الخلاصة متاع اسمع لحظة. نريد أن يتم كلثوم كنوا قاتلوا وعلمنا أنك فاشل في السياسة فاشل كذلك في القانون. قاتلوا سيد حجزوا عنده أولا 100,000 دينار ماهيش 300,000 دينار كذب بلول سلعة كمشيش فاتوراته ما يترجع له ولا لا. نعم. وقالك خطيناها ب1,000 دينار خاطر الدبو نوندوكلاري الدبو مهوش من الدبو الرسمي تاع خطيناها على الدبو 1,000 دينار ورجعنا له سلعته خاطر جاب فاتوراته من شريها فقاضي ورشوه يهديك ربي يودي يهدي بن بديش داخل لأمثالي يقول الله يهدي ولا يدي أنا ألحف الله يهدي ونقول الله يهدي. لا 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 نتحافظ طبعا. هذه قول لبن بديس عليه رحمة الله. الخلاصة عام قداش هو عنده عام وسبع شهور عام وستة وسبع شهور الراجل معيشنا على أعصابنا. 17 شهر هو راحل. 17 شهر. نعم. الخلاصة هو راحل لكنه خلف جراحات في البلد. الراجل يلعب على الفتنة في جرجيس والراجل يلعب على الفتنة الآن في قفصة. أنت طلب على القفصة طلب على النار. الراجل الآن أقول للوجوه المكفرهرة التي حوله من الضباط السمون ستندمون. هو سيرحل إلى مزبرة التاريخ لكن الثورة غضوبة. الثورة ستحاسبكم. الثورة يا قائد جيش البر الغول ستحاسبك. والثورة يا هتنذكر والثورة يا الضيف ستحاسبك لن تعفو هذه المرة. هتنذكر